بعثة النادي الأهلي النهاردة وصلت مطار هواري بومدين بالجزائر. الحمد لله فريق النادي الأهلي الأمور جيدة جدا. بعثة الفريق النهاردة برئاسة الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي اللي كان متواجد زي ما حضراتكم شايفين. الجميع الحقيقة واقف وينتظر المجموعة بالكامل، الأستاذ طارق قنديل كمان، ولكن رسميا الأستاذ محمد الجرحي هو رئيس بعثة النادي الأهلي أو فريق الكرة للنادي الأهلي في الجزائر. زي ما حضراتكم شايفين حاجات جميلة جدا جدا. ده اللي بنتكلم فيه دايما، أن عائلة النادي الأهلي مهما تكن الأمور بشكل رسمي وكل حاجة، ولكن في النهاية تتكلم عن عائلة النادي الأهلي، عن ما يحدث داخل هذه العائلة سواء فريق الكرة أو غيره أو غيره. الكل الحقيقة بينتظر ماذا سيحدث في هذه المباراة. الكل الحقيقة مركز في مباراة البعض يجدها مباراة صعبة جدا، وأنا من هؤلاء. أنا بشوف إن الماتش ده ماتش صعب جدا جدا جدا، مش مجرد ماتش بيتلعب وخلاص، مش عشان نتائج شباب بلوزداد، لا، خلي بال حضراتكم مثل هذه الفرق دايما بتغير تفكيرها أمام النادي الأهلي، أمام الوداد، أمام الأندية الكبيرة اللي هي الأندية اللي معروفة إفريقيا واللي الكل بيعمل لها 100,000 حساب، محدش يفتكر إن أنت رايح تكسب ماتش 3-4-0 وترجع. صدقوني يا جماعه الماتش ده صعب جدا جدا جدا، خصوصا بعد فتره التوقف الطويله. احنا ما عندناش فتره توقف، او خلال هذه الفتره كان معظم اللاعبين عندنا كانوا في المنتخبات الوطنيه المختلفه، ولكن التجانس وعوده التجانس مره تانية، عوده التجانس، كيف يعود التجانس مره تانية؟ ده اللي بيراهن، او خبره اللاعبين اللي بيراهن عليها مارسيل كولر خلال هذه المباراه. مين اللي هيلعب بعد وجود بعض الاسماء الجديده؟ مين اللي هيلعب بعد رجوع رضا سليم من الاصابه الطويله؟ مين اللي هيلعب؟ حاجات كلها بتشغل بال المدير الفني مارسيل كولر في ظل وجود اصابات كتيره جدا. خلاص، هل هيلعب حمزه علاء؟ هل هيلعب مصطفى شوبير؟ هل هيلعب مين اللي هيلعب في حراسه المرمى في عدم وجود محمد الشناوي؟ مين اللي هيلعب ناحيه اليمين؟ هاني ولا اكرم؟ ناحيه الشمال في وسط الملعب مع منعم وياسر ابراهيم، ولا رامي ربيعه وحد من الشباب اللي موجودين ومقيد افريقيا؟ ولا في وسط الملعب هلعب بثلاثه، مروان وبقيه اللاعبين اللي موجودين في وسط الملعب، مروان وامام وقفشه، ولا هلعب بثلاثي فقط في وسط الملعب يبقى عمرو السوليه، ولا هلعب بحسين، ولا هلعب بمين؟ أسماء كثيرة جدا وأمور كثيرة جدا في دماغ المدرب. هل هيبدأ برضا سليم بعد هذه الفترة الطويلة، ولا هيقعده احتياطي، ولا هيحطه بره الفرقة؟ المدير الفني كيف يفكر في هذه المباراة؟ على الجانب الآخر، بكيت النهاردة المدير الفني لشباب بلوزداد وهو بيتكلم، كلم إن أنا هحفز لعيبتي إن أنا أكسب هذه المباراة. طبعا هو عايز يكسب، طبعا عايز يكسب، وعايز يكسب بفرق كبير كمان عن النادي الاهلي. لو كسب، خلي بال حضراتكم، شباب بلوزداد عنده اربع نقاط، لو كسب هيبقى عنده 7 نقاط، وبالتالي انت رايح في منطقه تانية، وهتخلي النادي الاهلي عنده 5 نقاط. يعني النادي الاهلي ويانج افريكانز عندهم 5 نقاط، هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. كسبنا مدياما الغاني ب3 أهداف، الجولة الثانية تعادلنا مع يانج أفريكانز، الجولة الثالثة تعادلنا مع شباب بلوزداد بدون أهداف. ولكن لما تقعد تتفرج على ماتش الأهلي وشباب بلوزداد، هناك فارق فني، أنا ما بقولش لأ، ولكن فارق فني لصالح النادي الأهلي طبعا، ولكن في النهاية صدقوني يا جماعة الملعب شيء آخر. الملعب دائما ما يكون، وده الكلمه اللي انا دايما بقولها لحضراتكم وبقولها لكل الناس، ان الملعب مختلف. الملعب هو الاساس في كل شيء. ممكن تجد في الملعب عندك 11 واحد مارادونا، ويجي شويه لعيبه صغيرين يكسبوهم. كره القدم فيها كل شيء صدقوني. فعشان كده انا مش عايز الناس تاخد الماتش وتستخف الماتش. الماتش ده مش ماتش خفيف، انت بتلاعب فريق عريق، فريق كبير. شباب بلوزداد من الفرق الكبيره في الجزائر، من الفرق اللي عندها جماهير بالمناسبه، وهتشوفوا في الملعب هيبقى الدنيا عامله ازاي. فالحقيقه لازم ناخد بالنا من مثل هذه الامور، ولازم ناخد بالنا انه احنا كجمهور يجب علينا المسانده والدعم، وان احنا نعرف ان هذه المباراه ليست مباراه سهله. لقطات زي ما حضراتكم شايفين من مغادره مطار القاهره، ومن وصول البعثه لمطار هواري بومدين بالجزائر.